السلام عليكم، بنرحب فيكم مرة ثانية. إحنا أمام problem اللي هو الأسايمنت تبعنا على chapter 2، وعنوان البروبلم هذا prepare a correct trial balance. تعال نشوف كيف ممكن نعد ميزان مراجعة صحيح. طبعا قدامكم هذا trial balance. طبعا trial balance عادة بيكون في اسم الشركة، اسم القائمة، ميزان مراجعة trial balance، ثم تاريخ القائمة هذا، تاريخ اعداد الترايل بالانس. لو اخذتوا بالكم في عندي جانبين اللي هو الديبت سايد والكريدت سايد، وزي ما انتم شايفين المحاسب تبعنا هنا اخطا في عندي حسابات اصلا نورمال بالانس تبعها ديبت حاططها في الكريدت، في نفس الكلام في الان ايرند سيرفيس ريفينيو هي اصلا كريدت حاططها في الديبت. ولو اخذتوا بالكم مجموع الترايل بالانس مش متوازن. طبعا هو بيقول لي مطلوب منك تعمل لي ميزان مراجعه متوازن، يعني ان بالانس. لو اطلعتوا معايا هان بيقول لي هنا each of the listed accounts has a normal balance per the general ledger. طبعا انتوا عارفين هذه الارصده بتيجي من حساب الاستاذ العام، ارصده كل حساب من الحسابات هذه بنجيبه حسب طبيعته، المدين مدين ودائن دائن، بس الشخص اللي عمل هذا ترايل بالانس يبدو اخطا هنا واخطا هنا وعنده شويه اخطاء ثانيه هلقيت نتكلم عليها. طيب الآن تعال نمسك يعني كل خطأ ونحلله ونعدل الأرصدة الموجودة عندنا هنا بناء على تصحيح للأخطاء الموجودة. وعشان يعني تكون الشاشة بتاعتنا واضحة أكتر خلينا نعمل كده نيو وفيو مرة تانية الرينج والفيرتيكال. الآن أنا هذه عندي هنا الحل، نفس الورقة عملت منها نسخة، هذه عندي هنا الحل وهنا البيانات بتاعت السؤال. تعال نشوف النقطة الأولى. والكاش ريسيف فروم اي كاستمر ان بيمنت اوف اتس اكونت واز ديبتد بمبلغ 850. خدوا بالكم النقدية يعني كانت مدينة ب 850 والاكونت ريسيفبل واز كريديتد فور ذا سيم اماونت. يبقى الحساب المدين هو الكاش والحساب الدائن هو الريسيفبل، هذا القيد صح 100%. ولكن ايش بيقول لي؟ بيقول لي ذا اكشوال كوليكشن واز 580. يعني كأنه احنا سجلنا العملية صح بس مبلغها خطأ. قديش سجلناها بالزيادة بمبلغ الفرق بينهم؟ احنا سجلناها ب 850 هي لازم تكون 580. يبقى معناتها الكاشة بتاعتنا اول حاجة بدنا نجيب الكاشة من الجانب الداين لمكانها الصحيح المدين، لانه هو اخطأ في الجانب، فخلينا نجيبها هيك. تمام، هينا جبناها. نمرة اثنين بدنا نشوف، هو بيقول ان احنا سجلناها 850 فالكاشة زادت 850 بس هي كان لازم تزيد 580، يبقى زادت الزيادة بالفرق فبدنا نقصها، فباجي بقول هنا ناقص الفرق. قديش الفرق تبعنا اللي هو 850 ناقص 580 وبنعمل كده. قلت هذا رصيد صح، جبناه للمكان الصحيح بدل ما هو كريدت للجانب الصحيح ديبت، ثم كنا زودناه ب 850 لكن لازم يزيد هو بس ب 580 فنقصناه بالفرق عشان ينزل للمستوى الصحيح تبعه. طبعا هذا الكلام كان للكاش، ولكن برضه كان في مشكله مع مين؟ مع الاكونتس ريسيفبل. فكانه طلعوا الاكونتس ريسيفبل، احنا اصلا هي حسابات مدينه، خلينا نجيبها هاي الاكونتس. طيب تعال احنا نجيب الاكونتس ريسيفبل زي ما قلت، هاي الاكونتس ريسيفبل طبعا هي جاية في مكان الصحيح هنا، هي ديبت وهي جاية في الديبت فما فيش مشكلة ها. ولكن المشكلة انه احنا عملناها كريدت. لو اخدتوا بالكم بيقول هنا accounts receivable was credited for the same amount، يعني نقصناها بمبلغ 850 لكن لازم تنقص بس ب 580. احنا نزلناها كتير فمعناتها بدي اضيف الزيادة في التنزيل. ده مرة تانية، انا خصمت 850 لكن لازم اخصم بس 580، الفرق بدي ارجعهم تاني لان خصمت بالخطا مبلغ بزياده. عشان كده هنا كنت هقول هنا زائد افتح قوس الفرق اللي هم 850 ناقص 580. هيك تمام. تمام، هذا بالنسبه للنقطه الثانيه. تعال نشوف النقطه الثالثه. النقطه الثالثه ايش بقول؟ بقول هنا A service were performed on account for a client for 980. Accounts receivable was debited بمبلغ 980 and service revenues was credited بمبلغ 98. خدوا بالكم القيد هنا صح. Accounts receivable للسيرفيس ريفينيو.
ولكن طرف من القيد اللي هو الطرف المديل accounts receivable صحيح 980 وهو قال العملية ب 980، ولكن السيرفيس ريفينيو رحلنا انها في الجانب الدائن 98 بس هي لازم تكون 980. معناتها لازم ازود الفرق بينهم. انا بس رحلت للسيرفيس ريفينيو 98 بس كان لازم يروح 980. يبقى تعال نجيب السيرفيس ريفينيو اول حاجه، نقول كده يساوي هاي السيرفيس ريفينيو، السيرفيس ريفينيو وين هاي السيرفيس ريفينيو؟ لاحظوا في الجانب الصحيح حق في الجانب الدائن مفيش مشكله، هاي السيرفيس ريفينيو. ولازم اضيف عليها مين؟ لازم اضيف عليها الفرق، الفرق بين مين؟ بين ال 980 ناقص 98، لانه انا مرحل لها بس 98 بس هي لازم ترحل لها 908. طبعا هذا حساب دائن والدائن بضيف الدائنيه الجديده تبعته زي ما انتم عارفين، وبعمل انت. هذه كانت العمليه رقم مين؟ رقم 3. هنشوف العمليه رقم 4. عملية رقم 4 ايش بقول؟ A debit posting to salaries and wages expense of 900 was omitted. في ترحيل، لاحظوا هنا خطأ في الليدجر مش في الجورنال، يعني خطأ في دفتر الأستاذ مش في اليومية. فبقول هنا لما جينا نرحل في ترحيلة بمبلغ 900 دولار للرواتب was omitted، omitted يعني سقط سهوا، لم تسجل، لم ترحل يعني. يبقى معناتها انه قيمه السالاريز اللي ظهرها اقل من قيمتها، ما راحش عليها 900 فبدي ازود عليها 900. طيب تعال نشوف هاي السالاريز، نجيب 900 منها السالاريز اللي هان، والرصيد تبعها صحيح بالمناسبه المدينه، هذه المبلغ تبعها، وبدي اضيف عليها المبلغ الذي سقط سهوا اللي ما انضاف اللي هو ما ترحلش يعني اللي هو 900 دولار هذولا، عشان كده كنت هقول زائد 900. حلو جدا. هذه كانت العملية الرابعة. هنشوف العملية اللي بعدها. وال payment of balance due of المبلغ اللي كان مستحق علينا ودفعناه 306 was credited to cash، يعني خلى حساب الكاش دائن بمبلغ 306. حلو جدا. طب وبعدين؟ قالوا and credit to accounts payable بمبلغ 360. لحظة شوية. هو المبلغ قديش؟ 306. طيب وانا لما بدفع الكاش بيكون كريدت، وهنا اللي كريدت بكم كان؟ 306، فهو الكاش كريدت 306 والمبلغ 306، يبقى هنا في شيء مشكله. هون المشكله؟ يعني المشكله انه كريدت تو اكونتس بيبل، انه كان في عندي مبلغ يعني دائن بمبلغ 360، ففي عندي خطأين هنا. الخطأ الاولاني في المبلغ، لانه المبلغ الصحيح 306 لكن احنا عملناه ب 360، لاحظوا الصحيح 306 لكن احنا عملناه 360، هذا الخطا الاول. الخطا الثاني انه الحساب هذا مش لازم يكون كريدت، لانه انا لما بدفع بنقص الكريدت، فالكريدت بصير ديبت، يعني هذا اصلا حساب دائن لاكونتس بيبل، انتوا عارفين ضمن اللايبيلتيز تخفيضه بخليه مدين، لكن هو بالخطا خلاه دائن كمان مره، كانه زود الدين. احنا لما بنسدد الدين اللي علينا بيقل، يبقى المفروض بدل ما يزوده زي ما هو عمل هاني كريدت لازم اخليه ديبت. طب اطلعوا معايا، انا في الجانب الدائن زودت الدائن ب 360 بس انا لازم اخفضه ب 306، لازم اخفضه. طب يبقى بالاول استبعد ال 360، في الاول ايش نعمل؟ استبعد. طبعا انا ايش كيف بستبعدهم؟ انه اول حاجه نجيب الاكونتس، اول شيء نجيب الاكونتس بيقول هي بالمناسبة الحساب تبعها صحيح. ليش صحيح؟ لأنه ظاهر في الجانب الصحيح هي، وين الأكونتس بيبل؟ هي الجانب الدائن، هي الأكونتس بيبل، لأن هذه زودناها بالخطأ 360، عشان كده بدي أطرح ال 360، ولازم أنقصها باللي دفعت لهم إياهم، لأنه هذا سداد دين، وسداد الديون اللي علينا بنقص الدين اللي علينا. طب لك بكم الدين الصحيح؟ هذا اللي أنا خصمته بس عشان أرفع الخطأ اللي هو 360. لازم كمان ارفع المبلغ اللي سددته فعلا عشان يصبح الدين علي اقل، هيك اكنه بدل ما انا يعني سددت اكني انا اقترضت منه. هو الصراحه انه لازم الغي 360 خطا واخصم المبلغ اللي سددت لهم اياه عشان قيمه الدين تبعي يقل، عشان كده كنت هقول ناقص برضه 306 اللي هو قيمه الدين الاصلي اللي هو احنا فعلا سددناه 306 دولار. الآن طلع لنا الخطوة الأخيرة أو الخطأ الثالث. الخطأ الثالث إيش بقول؟ ذا وذرول، يعني المسحوبات،
of 600 cash for personal use اللي هو اسم شخص لصاحب المشروع تبع use was debited. بدل ما هو يسجله على الدروينجز المسحوبات راح مسجله كسالاريز اند ويجز، وهذا خطأ. طيب حلو، بكم المبلغ اللي سجله؟ هو اصل العمليه 600 وسحب 600، واحنا سجلناه على السالري 600 عند كريدت كاش. طبعا كاش ما زال دفع بيكون كريدت، الكاش ما زال دفع بيكون كريدت، بس بدل ما يعني الطرف الثاني الكاش كريدت بمبلغ 600 صحيح، بس الطرف المدين مبلغه صحيح ولكن الحساب الغلط. ليش حساب غلط؟ لانه بدل ما يكون سالاريز لازم يكون دروينجز. عشان كده ايش بدي اعمل؟ بدي اروح انا على السالاريز هنا واخصم منه المبلغ اللي راح عليه بالخطا، يبقى هنا ناقص 600، وال 600 اللي خصمتهم بدي اضيفهم على الدروينجز لانه هذه زياده في المسحوبات. تعال نشوف الدروينجز هنا، هي الدروينجز والدروينجز، هي 600، هذول الدروينجز بدي اضيف عليهم كمان المبلغ اللي اصلا سحب فعليا هو عباره عن ال 600. هيك تقريبا الاخطاء اظن خلصت. هيك الاخطاء ان شاء الله خلصت. تعال نشوف مع بعض الباقي ما فيش فيه اخطاء. يعني مثلا هنا احنا في شيء في السبلايز والاكويبمنت ما عملناهاش. تعال نشوف السبلايز، احنا اثنين ما عملناهاش. طب السبلايز بقول هنا the purchase of a computer on account، شرينا حاسوب بمبلغ 710 was recorded as debit to supplies. احنا رحلناها على يعني جعلنا الحساب البديل هو السبلايز مع انه المفروض يكون اكويبمنت. والحساب كريدت اكونتس، طبعا لاحظوا هنا الاكونتس بيبل لانه الشراء كان اون اكونت، الشراء كان على الحساب، فشيء طبيعي يكون عندي اكونتس بيبل. بس خذوا بالكم بكم المشتريات؟ قال 710. طب هل مبلغ التسجيل صح؟ صح، اكونتس بيبل 710، بس بدل ما يكون سبلايز لازم يكون اكويبمنت. عشان كده بنجيب السبلايز من هان هي السبلايز. خدوا بالكم السبلايز هذه في قلبها بالزياده بالغلط قديش؟ 720، لانه هو بالخطا سجل مشتريات الحاسوب purchase of a computer سجلها كسبلايز مع انه هي مش سبلايز، هي اكويبمنت. يبقى هذه بدنا نجيب من السبلايز مبلغ الحاسوب اللي هو 710، ونجيب الاكويبمنت اللي هو اعطانا اياها هيها، واضيف عليها لانه هذه المفروض تكون للاكويبمنت 710 مش للسبلايز. الآن هيك تقريبا يعني خلصنا كل النقاط. ضل عندنا مين؟ ناخذ الأرصدة اللي ما تغيرش فيش عليها أخطاء، أهمها الـ Unearned Service Revenue. لاحظ إنه هذه حاططها في المكان الخطأ، بس هي مكانها الصحيح في الدائن، لأنه هذه بتمثل ديون علينا الـ Unearned، يعني هذا مبلغ محصل مقدما، يعني أكنه دين علينا لحين تأدية الخدمات. بنجيبه هان. أيضا في عند الـ Owner's Capital، أنتم عارفين الـ Capital حساب دائم، هذا موجود هيو في مكانه صحيح فيش مشكلة. ضل عندي اليوتيليتيز اكسبنسز، اتفقنا كل الاكسبنسز حسابات مدينة هو جايبها في المدينة فيش مشكلة هان، يعني حساب هيك صحيح. اعتقد هيك الترايل بالانس تبعنا صار كامل، وطلع لنا بس نجمعه. نيجي نعمل كده ونقول جمع، ناخذ جمع كله هيك، في عندي 15642، وتعال نجمع الثاني برضه كده، ناخذها برضه كلها هيك، مش نعمل هيك 15462. لو خدتوا بالكم الجهتين حسابات لازم يكون طرفي الميزان متوازن. اعتقد هيك بيكون شغلنا ان شاء الله خلص. نعمل هذا بس بول، وهيك بيكون خلصنا. أعتقد صار السؤال سهل، حاولوا حلوه في البيت وشوفوا كيف إن شاء الله الأمور معكم بتمشي. بالتوفيق إن شاء الله.